المرة الماضية بدينا نحكي عن الديستورشن باور فاكتور. ففي عندنا لما دخلنا اللينير لود صار اللود هون يسحب ديستورت بطل الكرنت هون ساينوسويدال. الكرنت هون صار ريتش ان هارمونكس، في هارمونكس، في فيرست هارمونكس، سيرد هارمونكس، فيفث هارمونكس وهكذا. إذا هون بطل بقدر أحكي عن الطريقة التقليدية للباور فاكتور. الطريقة التقليدية للينير لود في الباور فاكتور كنا نحكي عن كوساين فاي ديسبيسمنت اللي هي الزاوية ما بين الكرنت والفولتج. وجود زاوية ما بين الكرنت والفولتج كان يسبب هو كان يعطيني باور فاكتور. فإذا عندي باور فاكتور واحد معناها عم بستفيد أنا من كل الكرنت، بطلب كل الكرنت في كل الفولتج وهذا عم بعطيني الباور. بضرب ماي ار ان اس وفي ار ان اس بعطيني الباور. لكن لما صار في عندي ديسبيسمنت انجل صار نزل الريل باور اللي أنا بعمله دليفري. لما صار عندي ديستورتد كرنت دخل فاكتور جديد، صار الكرنت نفسه ديستورتد. فمثلا لو عندي كرنت أنا عمالي بوصل كرنت مثلا شكله زي هيك، لو كان I S of T شكله مش ساينوسويدال. لو كان شكل الكرنت مثلا بهذا الشكل، في بعض الحالات ممكن الشكل زي هيك، هذا واضح انه مش ساينوسويدال. او كرنت مثلا عمالي بسحب كرنت زي هيك بشكل. لاحظين هاي القطعة مش موجودة بسبب في عندي فارق انجل في الحالة. هدول التو كرنتس مش ساينوسويدال، واضح مش هيك؟ لو انه ساينوسويدال كان بيكون ما فيش فرق ما بين الفاندمنتال والتوتال ار ام اس تبع هذا الكرنت. لكن الكرنت في الاحوال هاي هون ديستورتد. فلما جيت حللتهم راح الاقي انه في له فيرست هارمونيك وثيرد هارمونيك بالحالة هاي مثلا وفيفث هارمونيك وهكذا. مين الكرنت الوحيد اللي بستفيد منه حتى يقدر يوصل لي ريل باور للنود؟ بس الاول، بس الفيرست هارمونيك. الكرنت الوحيد اللي بوصل باور ريل باور للنود هو الفيرست هارمونيك. الثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك والسبنت هارمونيك ما بوصلوا اي شيء للنود، ما بوصلوش ريل باور للنود. اذا بالحاله هاي لازم ادخل باور فاكتور جديد او جزء جديد من الباور فاكتور. الجزء الجديد من الباور فاكتور بنسميه ديستورشن باور فاكتور. ديستورشن باور فاكتور بيساوي الفاندمنتال او الفيرست هارمونيك. الفيرست هارمونيك مرات بنسميه فاندمنتال. بصير عندي يساوي فاندمنتال على الاي توتال، الاي الاصلي الار ام اس. اذا كان مثلا هذا ار ام اس على ار ام اس، لو حطيت هون مثلا ار ام اس ار ام اس صار عندي باور فاكتور. اذا الاوفرول باور فاكتور شو صار بيساوي؟ بيساوي حاصل ضرب الديستورشن باور فاكتور في الديسبيسمنت باور فاكتور. فالباور فاكتور الجديد او النهائي بيصير ديستورشن باور فاكتور مضروب في ديسبيسمنت باور فاكتور، واللي هو بالحاله هاي بيساوي اي 1 ار ام اس على اي توتال ار ام اس كوساين فاي. وفاي هي الزاويه ما بين اي 1 فاندمنتال وفي اس، لانه هذا هو الريل باور اللي بوصل هذا السورس للنود. معناها احنا اللي عم نقوله هون لو كان عندي الكرنت اللي بسحبه من السورس سكند هارمونيك او ثيرد. ايش يعني سكند هارمونيك او ثيرد هارمونيك؟ قديش الفريكونسي تبعته؟ سكند 100. السكند مثلا قديش؟ 100 هرتز. اذا كان الفاندمنتال 50 هرتز، الثيرد ايش الفريكونسي تبعته؟ 150. الفورث 200، 250، 300، 350. إذا عندي لما بحدد هاي، إيش التول اللي بستعملها حتى أطلع هدول الهارمونيكس؟ شو اسمها؟ إيش التول اللي بستعملها حتى أحلل السيجنال، بيريودك سيجنال للهارمونيكس تبعتها وأطلع قيمة هاي الهارمونيكس؟ يعني أيوه فلتر التوتال. لا لا لا، في ماثيماتيكال تول. لو باس. لا اللو باس فلتر بشيل مثلا اللو فريكونسي الهاي فريكونسي مرة اللو فريكونسي، هذا فلتر. بس لو انا عندي ماثيماتيكال تول اجيت قلت لك هي سيجنال، يعني افترض انا اجيت قلت لك هي سيجنال، خذ هذا السيجنال وحددت لك بالضبط الارتفاع تبعها وكل شيء، وقلت لك هاي السيجنال هي السيجنال الاساسيه اللي مرت، هذه الكرنت اللي مر من هون. لو بدي اجي احلل هذا السيجنال واطلع هذه مكونه نقدر نثبت انها فيرست وثيرد وفيفث وسبنت، كيف بطلعها؟ فورير سيريز. بستعمل فورير سيريز. فالفورير سيريز هي تول بتحلل بتطلع الكومبوننتس او الكوفيشنتس تبعت الثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك والفيرست هارمونيك والفوندمنتال. اذا حللت هذا من هون راح يطلع معي هذا صار الديستورشن باور فاكتور، ديسبيسمنت باور فاكتور.
هلا اذا حاثبته في المحاضره اللي بعد هاي، رح نعمل محاضره بعد هاي، راح اثبت فيها رياضيا انه هذا ما بوصل للريبو، لانه هاي مهم. احنا كل فكره الباور فاكتور عمالنا نعمله، اذا احنا نفكر بالفلسفه تبعتها، فلسفه الباور فاكتور عمالنا نقول ايش الجزء من الكرنت، او ايش الجزء، ايش الجزء من الكرنت اللي عم بوصل لي ريل باور للود مقارنه بالابارنت باور. الابارنت باور هي في ار ام اس في اي ار ام اس، مضبوط؟ في اس ار ام اس في اي اس ار ام اس، هذه هي الابارنت باور اللي انا، هذه هي الكرنت اللي عمال بطل امره وراح ابدا اوصل، بس في النهايه ما راح يوصل هذا اللود الى جزء من هاي الباور، مضبوط؟ اللي هي الريل باور. اذا هي كاني عمالي بطل، هي الباور فاكتور هو الريل باور اللي عم بطل، هذا على الابارنت باور اللي ظاهريا عمالها بتروح للود. وهذه مهمه انها تكون مرتفعه اكثر ما يمكن عشان اخفف الحمل على هذا.